بابا الفاتيكان، أزور مصر كحاج للسلام، واستنفار أمني لتأمينه بالقاهرة. دبلوماسيون أمريكيون، ترامب يزور مصر الشهر المقبل. بعد رسوم التصدير، توقعات بانخفاض سعر سمك البلطي لأقل من 20 جنيها. رئيس امتحانات الثانوية العامة، أكثر من 589 ألف طالب وطالبة يستعدون لأداء الاختبارات هذا العام. بعد موافقة الأمن، الأهلي يلعب مباريات دوري الأبطال في برج العرب بحضور 5000 مشجع. سامي ماجوري يؤكد استقرار الحالة الصحية لمظهر أبو النجا. محمد أبو حامد، سأتقدم بمشروع الأزهر الأسبوع المقبل ولن أتراجع عنه. الله 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 الله.